بسم الله الرحمن الرحيم. راح نسوي بدرس هذه العملية. نشوف شلون ممكن نعمل الطريقة. كيوب دوبليكيت كنترول دي duplicate shift D duplicate control D duplicate shift D عندنا هذه الطريقة. سكيل نعمل كومباين نعمل هيستوري وفريز سنتر بافيت مثلا. خلينا نوسطها، نخليها شوية مرتفعة عن الأرضية علشان الجرافيتي. شيفت فريز سنتر بوفيت، نروح على النكلوث كرييت انكلوث بالان كلوث ممكن شنو نحط له الريجيد، ممكن نخلي بوينت 1. نعمل جرافيتي، نسوي سيلكت، نروح على الداينامكس فيلد جرافيتي، ناخذ الاوبشن بوكس نحطه هني، نحط ريسيت، نسوي هذا 350، اتنويشن 0.3، دايركت اكس 1 نبي يصعد لفوق، والفوليوم شيب نخليه سفير، نبي شكل الدائرة نقول له كرييت. لاحظ ان الدائرة صغيرة، دوس ار نكبر نخليه 3 مثلا أو 2، نرفع شوي فوق هني، بالجرافيتي أوكي. إذا فتحنا الأوتلاينر نلقى النكلس، نأشر عليه، نزيد الجرافيتي 30 مثلا، دنسيتي اير دنسيتي نحطها 0، ما نبي فيه أي تأثير ريح أو أي تأثير ثاني، هم نحطها 0. نقول له يوز بلين عشان لا ينزل تحت الأرضية، الباجي مثل ما هو. نزيد التايم لاين، والمهم رايت كليك على التايم لاين
play speed خليه play every frame. ضغطنا play راح نشوفه الطريقة هذه. نزيد الجرافيتي مال الجسم نيكلس خلي 55 مثلا. عندنا دامبينج شوي عالي. نزيد الرجد خليه 3 مثلا. اوكي خليه 2. الحين نقدر راح يطلع معانا الشكل هذا. اني كلوث وديناميك. ان شاء الله يكون الشرح واضح.